صبيحة اليوم وزير الموارد المائية السيد طه دربال بولاية المدية، أين كان في استقباله والي الولاية السيد جهيد موس للوقوف على واقع قطاع الموارد المائية بالولاية، أين استمع لعرض مفصل حول واقع هذا القطاع ووقف على المشاريع التنموية المتعلقة بالخدمة العمومية للماء الشروب، حيث أكد السيد الوزير على ضرورة التحكم في التسيير من أجل تطوير هذه الخدمة، كما عاين العديد من المشاريع في طور الإنجاز على غرار محطات تصفية المياه، وأعطى قرارات مهمة من شأنها دعم الاستثمارات المائية على الصعيد المحلي. في ولاية المدية نتمنوها ونتمناو أنهم يهزوا لطوطة اللي فيه مش تاع المياه الحالية، حتى كي نبلغوا 60% كامل المياه هذه تستعمل، سواء في المستثمرة هذه ولا حتى مستثمرات أخرى. هذا هو الهدف الأسمى من عملية التصفية نتاع المياه، كما قلنا جانب بيئي، جانب صحي، وجانب اقتصادي من خلال إعادة استعمال المياه هذه. كما أكد السيد الوزير أن ولاية المدية تحظى بالاهتمام البالغ من قبل الوزارة لبعث حلول جذرية بغية النهوض بهذا القطاع. نعلم الجميع عرفت في الصيف الماضية صعوبات في التزود بالمياه الصالحة للشرب. الحمد لله الآن الوضعية تحسنت كثيرا، لكن ما زال هناك الكثير من العمل يجب أن يجري. كذلك تكلمنا على جانب التطهير الذي يحتاج إلى تدعيم وإنجاز منشآت تعليمية أخرى في كثير من البلديات، خاصة وأنه يوجد 8 محطات تصفية الدراسات بها منتهية وهي في انتظار تسجيل. أخص بالذكر محطة التصفية ببلدية بني سليمان. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.